وقال الوزير الطاهر حجار بأن الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا سيختارون تخصصاتهم وفقا للمعدلات التي تحصلوا عليها، منوها على هامش الندوة الوطنية للجامعات، إلى أنهم سيعملون مستقبلا على تحديد معدل وطني واحد في جميع التخصصات. في المستقبل شيئا فشيئا كل التخصصات سيكون لها معدل وطني، والمعدل الوطني يتراوح من 10 فما فوق. هناك اختصاصات جديدة هذه السنة تم إحداثها بالاتفاق مع المتعاملين ومع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، منها حوالي 15 تخصص ذات طابع تمهيني وليس مهني، وأيضا تخصصات جديدة في الهندسة وفي الهندسة الميكانيكية والكهربائية ومختلف التخصصات الجديدة. هذا جاء بناء على طلب من كثير من المؤسسات. وبخصوص الجامعة الخاصة، كشف الوزير بأن حوالي 30 شخصا قاموا بسحب دفتر الشروط الخاص بإنشاء جامعة خاصة، في حين قام 6 منهم بتقديم طلباتهم للوزارة مبرزا في السياق ذاته بأن الجامعات الخاصة لن تقوم بالقضاء على مشكل الاكتظاظ والنوعية. عندنا لحد الآن الذين سحبوا دفتر الشروط الخاص بتأسيس جامعات خاصة حوالي 30 شخص، لكن الذين قدموا هذه الملفات للوزارة 6 طلبات. من هذه 6 طلبات بعدما تمت الدراسة نتاعها هناك 3 ممكن نعطيها الاعتماد مع بعض التحفظات البسيطة التي يجب أن ترفع بطبيعة الحال. هذا وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأنهم سيقومون بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ومراجعة شروط الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة بهدف تحسين تكوين المكونين في أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولإعادة بناء المناهج الدراسية والبرامج التعليمية. لا، المدارس العليا للأساتذة فيه نقاش بيننا وبين وزارة التربية، وهذا شيء طبيعي لأن المستعمل لخريجي المدارس العليا هو وزارة التربية، هو وزارة التربية فقط، وبالتالي من حق وزارة التربية أن تسهم في تحضير الشروط وحتى في البرامج، لأنه سيعاد النظر أيضا في برامج التكوين في هذه المدارس العليا، وفيه لجنة مشتركة تجتمع باستمرار، والشروط تهدف إلى الاستجابة الحقيقية لاحتياجات قطاع التربية في مختلف المجالات وفي مختلف الولايات.